من اجل الجرائم الارهابيه. باش مش تعاود ترجع له المشكله مره اخرى شكيب. شو شو قلت لي؟ اولا انا تعاود ترجع له قبل ما نبدا نحكي له الساعه تاع الرابعه انت كي نجبد لك شويه هكا نخسر لك في التلفزه المده كل الساعه كي جبدوا لك اسمع مهبطي لك فيديوهات اللي انت تتكلم في اجتماع النهضه. اي معناها انا اولويتك هو ماكش نهضوا. اسمعني هذه اولويتك انا تجمعي اغسل لي رجوليه حزب طاح تفك ترزق ومشات تفرق ما عادش فهم وبقيت إيه انت توصفها برجوليه على فكره انت نهضوي انت توصفها برجوليه انت نهضوي ولا لا اسمعني اسمعني انت نهضوي انت كي تقول تجمع انت نهضوي ولا ما تحكيش معي انت ماكش صادق مع روحك اسمعني على الاقل ماك حدافي اسمعني نحكي معك ماكش نهضوي لا انت قلت تجمع برجوليه انت توصفها انت نرجع نحكي على المسرحية اسمعني لا لحظه لحظه يا تعترف توفيق يا اخي توفيق يا اخي تهمه نهضوي وانا ما يمتش فيا ما تكلمش ما يمتش فيا انا توفيق انا وراضي ما يمتش فيا نهضوي تهمه معناتها هي ما قلتش تهمه ام يقولها هي المدام يا سي توفيق لا لا انت يا سي توفيق يا سي توفيق سي توفيق يا سي توفيق اما انا ما نحبش نسك يا سي توفيق الناس اللي دفعات قسم بالله شكيب وخي يا موصيني عليك يجي ألف واحد يقولوا لي بالله فرحنا بيه اسمعني اسمعني يا شكيب وخي خلينا نكملوا الحصه سي توفيق يا راك انت تحب تتكلم عندك كل جمعه تتكلم مش انا عندي معاك يحب تحكي معاك خليه يكمل معي المناشد خذ راحتك لا معناها